في الفيديوهات الماضية تكلمنا عن الجانب المظلم من التيك توك، وفيها تكلمنا عن العصابات في التيك توك، وكمان تكلمنا عن القاتل الوسيم كاميرون هارن. وبما أنه الفيديو الماضي عجبكم، فقررت أنه أعمل جزء تاني وأتكلم عن المزيد من المقاطع المظلمة في التيك توك، وراح تشوفون أشياء صادمة جداً وما راح تتخيلون إنها صارت في هذا التطبيق. ولكن قبل لا نبدأ فيديو اليوم، وكالعادة لا تنسون تضغطون على زر اللايك وتشتركون في القناة، ويلا نبدأ فيديو اليوم. أول شيء راح نتكلم عنه هي فيديوهات انتشرت على تيك توك اسمها السكين ووكر فيديوز، أو مقاطع عن مخلوق السكين ووكر. في البداية قبل لا نبدأ، خلوني أعطيكم فكرة بسيطة عن هذا المخلوق الغريب. السكين ووكر هو أسطورة بدأت من عند قبائل الهنود الحمر في أمريكا وكندا. القبائل هذه على مدى السنوات اتناقلوا قصص عن كائن عبارة عن نص حيوان ونص إنسان، الكائن اسمه السكين ووكر. المخلوقات هذه ممكن تكون على شكل ذئب أو غزال أو كلب، والكائن هذا في العادة يكون عملاق جداً ويتميز بقوته الشديدة، لدرجة أنه على حسب الأسطورة حتى طلقات النار ما تأثر فيه. المرعب في هذا الكائن مو بس شكله وهيئته الغريبة، ولكن كمان الأحداث اللي تصير في حال اقتربت من السكين ووكر. مثلاً لما السكين ووكر يكون موجود في مكان معين، راح تلاحظون أن كل الحيوانات في هذا المكان راح تكون ميتة. ولما أقول ميتة، مو قصدي إنه الحيوانات ماتت بسبب صدمة أو إصابة، لا، الحيوانات بس كده تموت بدون سبب، يعني قلبها يتوقف فجأة بس عشان السكين ووكر موجود في هذا المكان. على مدى السنوات كثير ناس قالوا إنهم شافوا مخلوقات السكين ووكر بعيونهم، وفي سنة 2021 انتشرت كثير مقاطع على تيك توك لناس تحاول تثبت حقيقة وجود مخلوقات السكين ووكر وإنه هي مو مجرد أسطورة. أول فيديو هو فيديو عن واحد وخطيبته، وفي فيديوهاتهم قالوا إنه في كهف في مدينة ناشفيل، وهذا الكهف داخله مخلوق سكين ووكر محبوس. على حسب كلامهم إنه من فترة قبائل الهنود الحمر قدروا إنهم يمسكون مخلوق من هذه المخلوقات وحبسوه داخل هذا الكهف، ومن وقتها في كثير ناس بدأت تروح للكهف وتشوف بنفسها مخلوق السكين ووكر. خلونا نشوف هذا الفيديو مع بعض. كمان في مقاطع ثانية لناس شافت مخلوقات غريبة، والناس باعتقادها إنه هذه هي مخلوقات السكين ووكر الأسطورية. على العموم، انتوا اكتبوا لي آراءكم عن هذا الموضوع في التعليقات. هل برأيكم انه مخلوقات السكين ووكر هي مخلوقات حقيقية ولا مجرد مخلوقات خيالية؟ اما الحين فرح نتكلم عن واحدة انشهرت في كل مكان في تيك توك، وأتوقع إنكم شفتوها من قبل، وهي بنت اسمها إيزابيل غازمان. في بداية سنة 2021 بدأت تظهر مقاطع على تيك توك لبنت باين عليها إنها في محكمة ولابسة ملابس المساجين. الشيء اللي ساعد على انتشار مقاطع إيزابيل هو حركاتها الغريبة اللي كانت تعملها في المحكمة. ولما الناس بحثوا عن اسم هذه البنت وليش كانت في السجن، طلع إنه إيزابيل غازمان قتلت أمها قبل سنوات، وتحديداً في سنة 2013. مع إنه الجريمة نفسها صارت في سنة 2013، إلا إنه إيزابيل كانت علاقتها جداً سيئة مع أمها طول حياتها. الأم كانت دائماً تشتكي من بنتها إيزابيل، وإنه إيزابيل عنيفة في البيت، ومرات كانت ترفع السكين قدام أمها وتهددها. وفي سنة 2013 للأسف إيزابيل طعنت أمها بطريقة جداً وحشية وأمها ماتت. في اليوم اللي بعده تم إلقاء القبض على إيزابيل وبدأت محاكمتها في سنة 2013. ولكن مو هنا الشيء الصادم في قضية إيزابيل، الصادم أكثر إنه إيزابيل أخذت براءة،
هي ما أخذت براء بالضبط، بس أخذت إعفاء لأنه تبين إنها كانت مصابة بمرض انفصام الشخصية، والدكاترة اللي فحصوها كتبوا تقرير إنه إيزابيل غير مؤهلة إنها توقف أمام القاضي في المحكمة، وإنه البنت باختصار مش في كامل قواها العقلية. ولكن الغريب أكثر وأكثر هي القصة اللي قالتها إيزابيل للأطباء. اتضح بعدين إنه لفترة طويلة إيزابيل كانت تجيها توهمات بإنه أمها داخلها روح واحدة اسمها سيسيليا، والروح هذه هي عبارة عن روح شيطانية وشريرة، وروح سيسيليا سيطرت على جسد أمها عشان تدمر العالم. ولما إيزابيل قتلت أمها، هي من وجهة نظرها ما قتلت أمها، ولكنها قتلت سيسيليا الروح الشريرة. بعد فحوصات كثيرة وبعد ما أخذوا رأي أكثر من طبيب، اتبين أنه فعلاً إيزابيل كانت مصابة بمرض عقلي خلاها غير مسؤولة عن قراراتها وأفعالها، وحكم على إيزابيل بفترة طويلة في المصحة العقلية. طيب الحين بتسألون إيش دخل القصة هذه كلها بالتيك توك؟ باختصار شديد، اللي صار إنه في سنة 2021 طلع هاشتاج يطالب بتحرير إيزابيل من المصحة العقلية بس لإنها جميلة، يعني تقريباً نفس الشيء اللي صار مع كاميرون هارن. أما النص الثاني من الناس فكانوا ينشرون مقاطع إيزابيل في المحكمة على تيك توك، وخصوصاً الحركات الغريبة اللي كانت تعملها في المحكمة كل ما تشوف أي كاميرا قدامها. آخر شيء راح نتكلم عنه من الجانب المظلم من التيك توك، وهو حساب غريب جداً على التيك توك لوحدة اسمها آنا ماتزوفيك، وهي امرأة روسية. آنا عاشت طول حياتها في روسيا، ولكن في فيديوهاتها كانت تتكلم بالروسي والألماني. الحساب هذا لفت انتباه كثير من الناس بسبب مقاطعها الغريبة، وأصلاً لما تتابعون مقاطعها على طول تحسون إنه في شيء غلط، وكأنه في شيء مو طبيعي أبداً. قبل أوريكم جزء من فيديوهاتها، أحب أنوه أنه أنا من فيديوهاتها واضح جداً أنها مريضة بمرض نفسي، بالإضافة إلى أنه كل كلامها عبارة عن توهمات، وتقول أنه المافيا الإيطالية تدور عليها ومن هالكلام. أنا كمان عندها قناة على اليوتيوب، وتنزل مقاطع على اليوتيوب بكثرة، يعني تنزل بطريقة مجنونة. أنا تنزل من 60 إلى 70 فيديو في اليوم، وفي الوقت الحالي قناتها عليها أكثر من 100,000 فيديو. اتخيلوا أنه عندها 100,000 فيديو، وكل فيديو أغرب من اللي قبله. الشيء الصادم إنه قصة آنا مع الوقت صارت مجنونة أكثر. الناس لما بحثوا عن اسم آنا ماتزوفيك، طلع إنه آنا كانت مفقودة من سنة 2014، وكان اسمها في سجلات الناس المفقودين في روسيا. ومو بس كده، بل كمان لما الناس بحثوا أكثر اتبين إنه في سنة 2018 الشرطة لقت جثة آنا ماتزوفيك، يعني هي الحين في السجلات الروسية تعتبر ميتة، مع إنه عائلتها والناس اللي تعرفها لما شافوا مقاطع آنا على تيك توك قالوا إنه هذه هي آنا، ومتأكدين 100%% إنه هي. ولكن من جهة أخرى الشرطة تقول إنه آنا ميتة. فالموضوع كله على بعضه غريب جدا، إلى الآن ما حد عنده أي فكرة آنا ميتة ولا عايشة. طيب إذا آنا عايشة وهي البنت اللي تنزل مقاطع على تيك توك، ليش ما تقول إنه هي عايشة وتطمن أهلها؟ خصوصاً إنه كل الكومنتات في حسابها على تيك توك يطلبون من آنا إنها توضح قصتها ومين هي بالضبط، بس آنا ما ترد على أي تعليق وتستمر في تنزيل المقاطع الغريبة. في النهاية واضح جداً إنه آنا في حاجة شديدة للعناية الطبية. أتمنى إنه الشرطة تتبع تلفونها أو يلاقونها بأي طريقة ويساعدونها قبل ما حالتها تتطور أكثر من كده. وكده نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، وهذا كان الجزء الثاني من الجانب المظلم من التيك توك. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تضغطون على زر اللايك، وإذا يعجبكم هذا النوع من المحتوى ممكن تشتركون في القناة. شكرا لكم على المتابعة، وأشوفكم في الفيديو القادم.